مكرمة مع الرائدات النساء، وكنشكر جمعية جسور والرابطة ديال الملاكمة على هذه البادرة الطيبة، لأن جمعتنا كاملين النساء تنشكرهم. كنشكر الصديقات ديالي اللي حضروا معنا اليوم في هذا التكريم، كنشكر الأستاذ الحاج فلان على الكلمة الطيبة اللي قال في حقي، والأستاذ العبابسي تحية. في أول بطولة عالمية للفريق الوطني كانت أول تجربة، والحمد لله تكلت بالنجاح. كنت من المتوجات وحصلت على الرتبة الخامسة، كان شرف كبير بالنسبة لي. شرفت بلادي، شرفت الجامعة، شرفت كل اللي كيعرف مريم رشيدي، وحصل على عدة بطولات مغربية. الصراحة ما نقدرش نوصف لك الفرحة ديالي أنني اليوم من المكرمات المغربيات والرياضيات بصفة خاصة. شرف كبير لي أنني حضرت مع هاد الفنانة وهاد النجوم كاملين. التكريم هذا اللي حضيت به اليوم من طرف جمعية جسور، صراحة ملي اتصل بي السي محمد الرداني وقال لي، تفاجأت أنا هذا العام هذا تقريبا كاين واحد المجموعة ديال التكريمات اللي ما حضرتش اليوم، ولكن هذا حضرت ليه لعدة أسباب. أولها كوني أنني بغيت نخرج من واحد الجو، إلا بغينا نقولوا أنني سديت واحد الفترة على راسي وقررت بأنني باش نخرج منه. ثاني شيء هو أنه كاين واحد المجموعة من النساء الفاعلات المغربيات، النساء اللي عطاو الكثير والكثير والكثير في كل وحدة في المجال ديالها، وكاينين فنانات وزينات ما شاء الله اللي شفناهم اليوم بدون ما نذكر اسم وننسى شي اسم آخر. أيضا سعيدة بزاف كوني أنني كنت اليوم وسط واحد المجموعه ديال الفنانين. وجه تحيه لكل اللي حضرت اليوم في هذا التكريم بمناسبه اليوم العالمي للمراه، وكنت فخوره انني تكرمت من ضمن بزاف ديال الفنانات اللي كنعتز بهم وكنفتخر بهم. كنت فرحانه اللي تلاقيتهم، لالا عزيزه ملاك ولالا عتيقه عمار، فكنشكر جمعيه جسور لهذا التكريم اللي كرماتني به، وفرحانه بزاف وجيت سعيده. وتحية للمرأة المغربية في العالم العربي كله. ابنة المرحومة سميرة الزاولي وحفيدة المرحوم العربي الزاولي، هادو أسماء وازنة في كرة القدم الوطنية اللي عطاو الكثير. المرحوم العربي الزاولي يعني إطار وطني اللي ضحى بالغالي والنفيس من أجل تكوين أبطال الرياضيين. المرحومة سميرة الزاولي مشات على الخطى ديالو واللي هي رئاسة نادي الاتحاد البيضاوي لكرة القدم النسوية، كذلك كان لها الدور الكبير في تطوير كرة القدم النسوية على مدار سنين. وانا اليوم هنايا باش كنكمل المسيره ديالها، يعني توليت منصب رئاسه من اجل تطوير فريق الاتحاد البيضاوي لكره القدم النسويه. وحنا اليوم هنا مع جمعيه يعني جسور للابداع السينمائي وجمعيه قدماء لاعبي الملاكمه، نجوم الملاكمه على المستوى الوطني. هاد الجمعيتين يعني اللي داروا واحد الحفل لتكريم النساء بمناسبه العيد الوطني للمراه، وكنت ما بين النساء المكرمات، وهذا شرف كبير ليا واعتراف بالمجهود اللي كيقوموا به المرحومين العربي الزاولي وسميرة الزاولي، وكذلك بالمجهود اللي كنقوم به سنة. وهذا الشيء ما كيزيدنا إلا حماس.